هذا خويا ما شاء الله، راه هذا هو السر اللي عندنا على حساب باش يبدا يرعى الماعز في شجر الزيتون، لانه تنشبعوه تيبقى هنايا من بعد ما كنحلب تنجيبهم تندخلهم هنا تيبقاو ياكلوا هذا غصان اشجار الزيتون، تيبقاو حتى لديك الخمسة من الوحدة حتى للخمسة تيشبعوا من هذا تيطلع لهم فروسهم عاد تنخرجهم ديك الساعة ونص ياكلوا فوق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الاخوان والاخوات متابعي قناة تربية المعز، معكم اخوكم عبد الحميد، تحياتي لكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا احسن الاحوال ان شاء الله، تكونوا بصحة جيدة. نشكركم جزيل الشكر على الدعم والتشجيع على القناة المتواضعة، تابعوا الفيديو نتمنى ينال اعجابكم ان شاء الله، ما تنساوناش دعمونا بلايك وجزاكم الله خيرا. انتوما الاخوان كما كتشوفوا راه عاد جتهم دابا سالية الحليب ما شاء الله، و تنجيبهم تنستغلوا هذا ديال شجر الزيتون، كنزبروا دابا الشجر ودوك الاغصان ديالو تنجيبوهم دوك العراش ديالو تنجيبوهم نلحوهم هنا على سلاق في المعز، كيجيبوهم واحد الرمو التراكتور مع داك الرموكة اللي تيجر اللور تيسارجيوها تيجيبو تيزلعو هنا كما كتشوفو تيلحو على كل التراكتور تيدوز من هنا من الوسط و تيلحو واحد تيكونو جوج ديال الناس فوق الشارية و تيلحو كل واحد تيلوح على جهة ديك الرموكة. وما شاء الله هذا راه تيعطيه هاد اللورقة اللي تياكلو ديال الزيتون راه تيعطيه الدهنيات ما شاء الله، أحسن جبن هو ديال هاد الوقت هادي، لا بالنسبة للراعي اللي تيرعاو في وسط الجنان ديال الزيتون ولا بالنسبة لهاد كلشي طبيعي. بالنسبة من هنا لقدام فين كيكون عندنا المصروف أقل والربح أكثر تيكون، كنستغلو كلشي كما كتشوفو هاد الورق ديال دابا تشجر الزيتون راه بدينا نزبرو دابا السيمانة هادي، وراه عندنا واحد الشهر ونص ولا ديال الزبير ولا شهر تقريبا تيبدا الزيتون يدير النوار باش يبدا يدير الغلة، ديك الساعة تنحبسو من الزبير، لأنه راه كاين أكثر من 100 هكتار ديال شجر الزيتون كلها، كاين اللي كنزبرو بحال اللي عطا هاد العام الزيتون مزيان هو خصو يتزبر مزيان، ولي كان فيه الزيتون قليل هاد العام عاد تينقيوه من دوك العروش اللي مغاديش يعطيو الغلة صافي. و تينفع تا سميتو المعز هدا تيسمانو تبارك الله لأن فيه الدهنيات كثيرة. والحليب تا هو كتكون فيه الجودة. ما شاء الله لقى المعز هنا الراعي موجود مبقاش قاع يشوف الشجر قاع الخبيزه ما شاء الله راه واصله فيها متر وتبارك الله. ايه كاين الخبيزه وكاين داك القحوان تيقولو القحوان، المهم ديك المنطقه ديالنا ديال بني ملال تيقولو القحوان، هذا هو ملي كنا صغار كنا ناكلو هذا هو القحوان الاخوان، راه تيكون هشيش وتيكون فيه الحليب ملي تيكون الداخل ديالو الحليب بحال الحليب، راه كاين كثير هنا تبارك الله. المهم هنايا مش سبحان الله راه نفس الاعشاب اللي عندنا في المغرب هي اللي كاينه هنايا، ما كاينش شي اعشاب هنا اللي متغير على البلاد. كاين هذا تيقولوا ليه دينتيليون هنا، وين هنايا عندنا حنا في البلاد تيقولوا ليه كيبقى يدور بحال الساعه ما عرفتش سميتو، تيكرم شوية تتحيدو تيبقى يدور. حريقة تاهي راه موجودة،
خير موجود. وهنا البلاد عندهم مع كاين الرطوبه تتصبر العطش واخا ما طيح الشتاش، من تقريبا ما تيكونش عندهم الجفاف قليل. هنا ما عندهمش هذيك الحراره بحال اللي عندنا حنا، عندهم المناخ معتدي. تحياتي لكم الاخوان والاخوات متابعي الاوفياء، نشكركم جزيل الشكر على الدعم والتشجيع على القناه المتواضعه. راكم عزاز وغاليين، واللي جا مرحبا به، اللي جا زار مالاقا مرحبا به عندنا. تما الاخوان ما شاء الله الزديات راه هما تنجيبهم لهنا لهاد باش ياكلوا هاد الورق ديال الاغصان الزيتون، شجر الزيتون. راه كلشي هنايا تنستغلوا في هاد الوقت هذا ديال الزبير ديال تقليم اشجار الزيتون، تنستغلوهم وتن المهم ما امكن الانسان من يكون هادشي موجود باش تنقص التكلفه ديال المصاريف. استغلوا هادشي راه مزيان، هادشي راه فيه الدنيا حتى الكسيبه كترتاح عليه كتسمان. والربيع ما شاء الله راه موجود، دابا راه فصل الربيع، خصنا نستغلوا هاد الوقت داكشي اللي موجود في الغابه واللي في الحقل. بحال هاد الاغصان ديال الاشجار حتى هي نستغلوها، لا ديال اللوز ولا ديال اشجار الزيتون، اشجار الليمون، راه كاع هادشي راه ياكلوا المعز، مكاينش مشكل وما ما عندو حتى شي تأثير على الكسيبة على المعز. السعادي ما المهم المعز يكون ملقح، عندو داك اللقاح على حساب المرارة، وهادشي راه ما عندو حتى شي تأثير عليهم. ورا تيعجبهم و تياكلو، ملي تياكلو هدا سميتو تياكلو مع حار شوية تياكلو الربيع أكثر. اللهم بارك ما شاء الله. هما هاد الجديات، هما هادو راه الزيادة ديال أبريل، وكاينة ديال شهر 11 ديال العام الفايت وديال أبريل ديال العام الفايت، غيكملو العام دابا شهر ابريل. هذا كاينات اللي عندهم العام، داك اللي كبار شويه. وهذا ان شاء الله راه في خونيو، في يونيو غادي نطلقوا معاهم الماتشوس ولا هما لا المعز اللي تيتحلب ان شاء الله باذن الله. تنساوش الاخوان دعمونا بلايك، جزاكم الله خيرا اخوان المشتركين في القناه، بارك الله فيكم، دعمونا بلايك، ضغطوا على الاعجاب. الاخوان اللي اول مره كيشاهدوا قناه تربيه الماعز ضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ان شاء الله. مرحبا بكم ومرحبا بالجميع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نشوفوا ان شاء الله باذن الله فيديو جديد.